السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير كتير مهم بالنسبة للناس يلي عم تعمل أقنية هلأ جديدة وعم تحضر القناة لحتى أنه تقدر تكبر وتكسب منها مستقبلا إن شاء الله. هلأ في عنا شيء كتير مهم اللي هو سبب خطير لرفض القنوات في المراجعة من قبل شركة اليوتيوب. كيف يعني؟ يعني مثلا انا عم جمع هلا مثلا مشتركين لحتى انه اوصل للالف مشترك واربعة الاف ساعة. بعد ما اوصل للالف مشترك واربعة الاف ساعة طبعا انا بكون نزل فيديوهات كتير، تمام؟ هون وقت انا بدي فعل القناة في شركة اليوتيوب، تمام، ومع جوجل ادسنس، شركة اليوتيوب بيقولوا لي انه في تعليمات هلا بامكانكم تفوتوا وتشوفوها. بيقولوا لي فوت مشان تفعل ميزة الربح عندك، تمام؟ هلا هون انت تفعل، تيجي بدك تفعل ميزة الربح تبع اليوتيوب، في مراجعة للقناة، شركة اليوتيوب بتراجع القناة تبعك. كيف يعني بتراجع القناة تبعك؟ يعني انت حققت الشروط، بفوتوا على قناتك، وانت بتقول لهم انا انه حققت الشروط وبدي افعلها. بفوتوا على قناتك، تمام؟ وبيعملوا مراجعة للقناة بكل شيء، انت فيديوهات منزلها عندك بالقناة. يعني ممكن انت تكون منزل مثلا فيديوهات عندك بالقناة، تمام، وهن قايل لك انه علني وما في عليها اي مشاكل وبتحسن انك تنشرها، تمام، بس هن بعد المراجعة ممكن يكتشفوا بهذا الفيديو اللي انت منزله عندك بالقناة انك منزل مثلا مقطع فيديو لمغني، منزل مقطع فيديو لحدا بيمثل، منزل مقطع فيديو مقطع آية قرآنية مثلا لحد من القراء الشيوخ، تمام، او انت مثلا ما لك منزل انت مثلا شيء لحدا، انت لنفترض مثلا مقلد صوت شيخ من الشيوخ مثلا المعروفين اللي بيقرب القرآن، مقلد صوته وجايب نبرة الصوت تبعه مثلا وجايب الـ 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 الطريقة تبعه، تمام، فممكن انه هاي الشغلة تخلي قناتك ترفض. ممكن انت عم تقلد حدا مغني او مغنية، تمام، وجايب طبقة الصوت تبع هذا المغني او المغنية، تمام، فانت على المراجعة بيراجعوا الموضوع شركة اليوتيوب، ممكن كمان قناتك او قناتك ترفض بسبب هذا الشيء. مثال تاني، انت مثلا عندك كتاب، تمام، وقاعد عم تقرأ بهذا الكتاب القصة مثل ما الموجودة بالكتاب، تمام، ممكن هاي القصة والكلمات اللي انت عم تقولها بطريقتك وبالفيديو، ممكن هاي الكلمات يكتشفوا مثلا انه هاي مثلا عليها حقوق لكتاب مثلا كذا وكذا، تمام، فممكن انه هاي سبب يكون انه طرفت القناة لا سمح الله طبعا، تمام. ففي اشياء كتيرة اذا انت مثلا عم تقلد حدا ولا عم تعمل صوت مثل يعني صوت حدا، ولا عم يعني عم تشرح عن حدا مثلا بفيديو، عم تشرح عن حدا عن من اليوتيوبرية مثلا، من المغنيين، من القراء، من الإعلان، من أي شيء، تمام، ممكن أنه يكون في عليه حقوق. فالمراجعة بتكون أدق وأكثر بعد ما أنت توصل للشروط يلي طالبينها منك شركة اليوتيوب، تمام. فهي الشغلة شو معناتها؟ معناتها انه انا بنصح انه لا تحاولوا تقلدوا حدا، لا بطريقة حكيه، لا بطريقة صوته، لا بطريقة شكله، يعني ما تحاولوا انكم تجيبوا شيء من حدا، اعملوا شيء انتو من 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 تفكيركم. هلا طبعا ممكن انه انت مثلا تقرأ على شيء، تمام، وتشوف شيء معين وتجي انت تعرض عن مثلا وتشرح عنه، اوكي، بس حاول انك الطريقة اللي تشرح فيها ما تكون عم تقلد الشخص او يعني اللي انت اخذت منها القصة. احكيها بطريقتك، احكيها بطريقة تانية، غير كلمات، اعمل القصة، تمام. فهذا الموضوع كتير كتير مهم، حبيت والله صراحة انه اشرح لكم عنه وحتى تنتبهوا من هذا الموضوع، انه لا تفكروا يعني مثلا انه اذا الفيديو نزل على القناة وقال لكم الفيديو علني انه خلاص اوكي. بعد ما انت توصل الشروط وتحققها رح يكون في مراجعة دقيقة من شركة اليوتيوب،
مشان هيك انت وقت بدك تفعل الحساب الادسنس بيقول لك استنى منا اخر مرحله، هي مرحله التاكيد للحساب الادسنس انه انت خلص امورك صارت بخير، تمام؟ لانه بيفوتوا وبيراجعوا القناه تبعك او تبعك وبيشوفوا كل شيء موجود عنكم من فيديوهات، تمام؟ اذا كان في شيء مخالف ما لهم منتبهين له ما لهم كذا بيرجعوا بينكشوه بهي المراجعه. فمشان هيك انا بنصح كل الناس انكم تعملوا فيديوهات خاصة فيكم، إن كان بطريقة الصوت، إن كان بطريقة الأداء، إن كان بأي طريقة تقدموها أنتم بطريقتكم الخاصة، تمام؟ فهذا الموضوع والله حبيت نبهكم عنه وتعرفوا هذا الموضوع، لأنه في كتير ناس ما عم تنتبه للقصص هاي، فلازم ننتبه لها، تمام؟ بتشكركم رجاءً، اللي ما لم يشترك بالقناة اشتركوا بالقناة ودعمونا وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لنسبة أكبر وأكبر. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.